بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم الأستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية حذف استجابة الطالب للامتحان. دلوقتي أنا هدخل على استجابة الطالب ده وهشوف إزاي أقدر أحذف تسليم الطالب، بفرض بأن الطالب هنا تعرض إلى مشاكل أو لم يحصل على الدرجة المطلوبة ومطلوب منه إعادة الامتحان. أنت حضرتك هنا هتعمل حذف تسليم الاختبار القصير. هو هنا بيقول لك إن الاستجابة بتاعة الطالب ده خلاص هتتحذف، هل أنت متأكد إنك عايز تتابع وتحذف الاستجابة بتاعة الطالب بإجابات الطالب؟ أنا هقول له حذف. لما أنا هقول له حذف هيبقى الطالب ده هيتسجل عندي كمشاهدة، ولكن استجاباته ودرجته وأي حاجة متعلقة به هنا تم حذفها. ولو رجعت للفصل الدراسي هلاحظ بأن الطالب ده لم يستجب للامتحان نتيجة لحذف استجابته أو نتيجة لحذف الامتحان اللي هو تقدم به عندي هنا. على سبيل المثال أنا نزلت هنا عند الامتحان، فهتلاقي بأن الامتحان هنا في صفر تسليمات لأني حذفت استجابة الطالب. طبعا هنا أنا كان عندي طالب واحد، إنما لو أنت كان عندك مجموعة من الطلاب اللي هم استجابوا للامتحان ده فهتلاقي العدد نقص على حسب الطلاب اللي أنت عملت لهم حذف لاستجابتهم. هنا الطالب يقدر يدخل مرة تانية على الفصل ويقدر بأنه يستجيب للامتحان من أول وجديد، وبعد ما الطالب ما ينهي إجابته هتيجي الاستجابة بتاعته أو إجاباته لحضرتك كمدرس علشان حضرتك تقوم بتصحيحها مرة تانية من جديد. هنا ظهر للطالب الامتحان وكأنه لم يجيب عليه، أنا هعمل تقدم للاختبار. طبعا هتلاحظ هنا حضرتك بأن ممنوع على الطالب تقديم استجابة تانية للامتحان نتيجة لأننا عملنا الامتحان ده كامتحان مغلق، وبالتالي أثناء قيام حضرتك كمدرس بحذف استجابة الطالب في الامتحان لازم حضرتك تكون متأكد بأن الامتحان متاح أصلا للإجابة عليه، حفاظا على حق أبنائنا وبأننا ما نعرضهمش للموقف ده، بأني بعد ما هو ما اتحذف له استجابته هو في الامتحان ده خلاص هو ممنوع عليه الامتحان. يا إما الحل بتاعها هنا بأننا بنعيد تكليف الامتحان، ولكن بنعيد تكليف الامتحان لمجموعة محددة من الطلاب وليس للفصل كاملا. بكده حضراتكم نكون شرحنا كل ما يتعلق بحذف استجابة الطالب للامتحان. بنشكر حضراتكم ونتمنى للجميع كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.